مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، بدأت الأندية الكبرى في مفاوضاتها مع عدة مواهب تألقت في سماء المستديرة خلال الموسم الحالي، حيث كشفت عدة تقارير صحفية عن اهتمام بعض الفرق باللاعبين التونسيين قصد تدعيم صفوفها. لذلك قررنا أن نعرض عليكم خلال هذا الفيديو أقوى 10 صفقات ستحدث خلال الميركاتو الصيفي المقبل. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. أحمد العكاشي إلى الأهلي القطري. كشفت صحيفة الشرق القطرية أن اللاعب أحمد العكاشي اتخذ قرارا بعدم تمديد عقده مع نادي الشيحانية والرحيل إلى الأهلي القطري. وأشارت الصحيفة أن اللاعب توصل إلى اتفاق شبه رسمي مع النادي على الانضمام لصفوفه لمدة موسم واحد ليكون أولى صفقات النادي. لاري العزوني إلى نيم الفرنسي. بعد انتهاء عقده مع فريقه كورتراي البلجيكي، اضطرب متوسط الميدان التونسي من الرجوع إلى البطولة الفرنسية من بوابة ناديه السابق نيم، حيث أبدى النادي بترحيبه بعودة اللاعب، كما تلقى أيضا عرضا آخر من فريق ينشط في الدرجة الثانية، حمدي النجاز إلى الترجي الرياضي التونسي. جارت عدة جهات أن الترجي دخل في مفاوضات مع الظهير الأيمن الدولي حمدي النجاز من أجل تدعيم صفوفه، وخاصة أن اللاعب حر، كما تلقى عرضا آخر من فريق الرجاء المغربي، ولكن حد الآن لم يحسم اللاعب مصيره. وجدي كشريدة إلى ستاد ريمس. تلقى الدولي التونسي وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي عرضا من نادي ستاد ريمس الفرنسي من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية. ويذكر أن النادي احتل المركز السادس هذا الموسم في الدوري الفرنسي، ويستعد لخوض غمار المنافسات الأوروبية. سيف الدين الخاوي إلى ديجون الفرنسي. أفادت مصادر عالمية فرنسية أن اللاعب المنتخب الوطني سيف الدين الخاوي محل اهتمام كبير من نادي ديجون الفرنسي، الذي يرغب في ضم اللاعب خلال فترة الميركاتو الصيفي، وقد قدم له عرضا بقيمة 2 مليون يورو. أكدت نفس التقارير دخول الصاعد حديثا لوريال منافسة من أجل الفوز بخدمات اللاعب. معز حسن إلى لونس الفرنسي. دخل نادي لونس الفرنسي الصاعد حديثا لدور الدرجة الأولى في مفاوضات مع الحارس الدولي معز حسن. يذكر أن اللاعب فسخ عقده مع فريق سيركل بروج البلجيكي قبل بضعة أيام. أيضا لدى اللاعب عروض من الدرجة الثانية الفرنسية، أي من عبد النور إلى زولت وارغوم. بعد المشاكل التي حدثت بين اللاعب وناديه السابق قيصري سبور التركي، فسخ المدافع التونسي أيمن عبد النور عقده مع الفريق، وانطلق في البحث عن وجهة جديدة. علمت مجلة لاسبورتيف أن عبد النور بحوزته عرضين فرنسيين وآخر بلجيكي من فريق زولت وارغوم. يوسف المساكني إلى الريان القطري. ذكرت تقارير إعلامية قطرية أن اللاعب الدولي ومحترف نادي التحيل يوسف المساكني أصبح محل أنظار فريق الريان القطري، ويرغب النادي في التعاقد مع نجم المنتخب في هذا الميركاتو ليشكل ثنائي مع الجزائري ياسين إبراهيمي. وهبي الخزري إلى غرناطة الإسباني. كشفت تقارير فرنسية أن اللاعب الدولي وهبي الخزري قرر عدم مواصلة مع فريق سانت إتيان الفرنسي، وقد ينضم لأحد الفرق الإسبانية، فقد دخل اللاعب محل اهتمام نادي غرناطة تاسع ترتيب الليغا وبدرجة ثانية نادي ليفانتي، وسيحسم اللاعب خلال الفترة المقبلة مصيره. إلياس الصخيري إلى مارسيليا الفرنسي. دخل فريق أولمبيك مارسيليا في مفاوضات مع اللاعب إلياس الصخيري من أجل تدعيم الفريق بعد ضمان مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. قد قدمت عرضا للاعب بقيمة 10 مليون يورو في حال موافقة نادي كولن الألماني. وساهم الصخيري في ضمان بقاء فريقه في البوندسليغا بعد الأداء الخرافي وتحقيق أرقام قياسية كأكثر لاعب تحركا في البطولة.